قبل ما نكون مع شيف شادي خلينا نشوف بصالات العرض بالسينما شو في افلام. جديد بالصالات من سلسلة قصص The Hunger Games Catching Fire مع جينيفر لورنس، جوش هاتشرسون وفيليب سيمور هوفمان، والإخراج لفرانسيس لورنس. بيبي بيبي الفيلم اللبناني الكوميدي والاجتماعي بيبي مع نخبة من الممثلين اللبنانيين ومنهم يوسف الخال وماجي بوغصن، والإخراج لإلي أف حبيب. والفيلم الفرنسي الكوميدي لجاما مع ألان شابا عن موسيقي عم يتقرب من والد صديقته. يلا منروح عند الشيف على المطبخ ورشة ملح وناكل اليوم القصص اللي هيك السويت اللي كتير طيبين. أحبائي صباح الخير وأهلا وسهلا فيكم بحلقة ممتعة، حلقة مزحومة، حلقة فيها عجقة، حلقة فيها كتير وصفات، بس عمله معروف عن جد يا رولا ما تتصوري قدي بتسرسري. طب ما في شيء قلنا ولا بعد شوي؟ في بيض ني. طب بعد شوي ما تصري. لا خليك فيكي تاخدي معك شغلي، خليك شوي صغيرة. اوكي خليك بوعدك بس كل وقت. خلينا نشيل من الفرن القشة اللي حطيناهن تنرجع نعمل مثلهم. يلا جو. واحد الكنافة الكذابة. اوكي وين بدي نحطها؟ هون. هيدا الكنافة الكذابة هون. كذبة. جيبي صحن. مرسي. وهون عندنا كمان الكريم باتيسيير. اوكي اللي هي عملناها مع الشوكولا ومع الفستق الحلبي. الله الله الله. دونت وري بي هابي. دونت وري بي هابي. قلبي خذيها هديك. ألف صحتين للأرض. طيب. طيب اوكي ماشي الحال. مهم الكريم باتيسيير اللي عملناها امبارح حطينا عليها شوكولا راحت بالأرض لأنه رولا فايتت. قلت لك بتسرسر كثير. كان لازم تسكتي من الصبح. بس جيبي ملعقتين. يلا. يلا جيبي ملعقتين تدوقي هيدي. لازم تسكتي من الصبح. هلا من دون ما اشوفها بالكاميرا فيكي هوديك الوقعة على الأرض. لا اوكي يلا قربي شوي. وين الصحن؟ هيدا الصحن؟ وين الصحن؟ اه هون هون هون. تعي شوي قربي 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 على كنافة الكذابة. قربي 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 قربي. هيدي الكذابة؟ هيدي هي الكذابة كتير. يا اوكي سلام. حطها هلا هون واعملي معروف هلا بدو اياه وخبرينا. هيدي بلا سكر؟ خبرينا ابدا ابدا. اوكي اللي بدنا نعمله هو التالي. اول شيء نحن الكريم باتيسيير اللي وقعت معنا على الارض بس حطينا عليها الشوكولا نحن وجينا حطينا عليها فستق حلبي وحطيناها بالفرن، يعني اشياء باقيه انا عندي من قبل عملناها. اما اللي انت عم تاكليه هلا اللي هو التوست. ليك التوست شو عم نعمل هون؟ خليك شوي. جينا التوست نحن اول شيء حمصناهم وجينا هلا عم نفرمهم ناعم. رح نعملهم بسرعه ما تخافوا. ليكم اوكي واحد يا شيف شادي هون طلعوا كيف وبنفرمهم ناعم تيطلعوا مثل البودره. من بعد ذلك شو بنعمل؟ عنا زبدة. زبدة حوالي هون عنا 200 جرام أو 250 جرام من خبز التوست المحمص والمطحون. شو بنعمل له يا رولا؟ شو بنعمل؟ زبدة. طلعي لي بالزبدة. زبدة أنا عندي هون حوالي 110 جرامات. أنا هون عندي 200 جرام. أوكي رح أخذ حوالي 110 جرامات منهم بهالطريقة. أوكي خلاص. أوكي وبجي أنا منبلش 1 2 3. شفت الموضوع؟ هيدا هو اللي انت عم تكليه هلا قدامك اللي هيدا موجود رائع. من فوق هو معمول بهالطريقه. وبنجي نحن بنعجنهم. طلعوا طلعوا ما اهينا طلعوا. شوفي كيف كانكم انتم عم تعملوا البسكوي. البسكوي العادي المخلوط مع الزبده مشان نعمل منه التشيز كيك. نحط الكعب من تحت. ليكوا شو حلوين. واو بعقده. ليكوا هون كيف الوضع. انا لازم روح كفي صحني على رواق. ايه كفي وروحي كفي صحنك على رواق. مهم حبيت فرجيكي شو عم تاكلي. باي 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 ثانكس. اوكي ليكو هون شو صار. انا عندي اياها صارت جاهزه مع الزبده. اللي بدنا نعمله هو التالي. نحن بنجيب هلا صينيه هيك وبنحط عليها. اوكي طلعوا كيف. اول شيء خلينا نجي لهون. بدكم نجي لهون احسن هيك بنشوف كلنا سوا. ليكو يا شيف شادي هون عم نشتغل كمان قدامنا. وبنجي بنحط اول طابق من تحت من هالتوست اللي عندنا اياه. وطلعوا شو بنعمل.
منرصه بهالطريقة. شغلة كمان كتير كتير هينة، كمان خد شفشادة شوي صغيرة، واو شغلة كتير هينة. وهلا بانتظار انه هالكعكة هيك ترجع شوي تجمد على بعضها، لان انتو بتعرفوا انه الزبدة سيحة، اذا بس تبرد الزبدة شو بيصير فيها؟ بترجع بتكمش، مشان هيك بترجع بتصير كعكة. فمنطرة شوي صغيرة. هلا بنتقل على شغلتين، الشغلة الأولى إني أنا ولع تحت الزيت، الشغلة الثانية بدنا نعمل القشطة يلي بدنا نحطها فوق الكعكة، مزبوط؟ أول شي نغسل إيدينا نعقمهم بسرعة وننتقل للقشطة، ما زال عرفنا كيف بدنا نعمل حمص التوست، عرفنا كمان كيف منحط الزبدة على التوست، عرفنا كمان كيف منرصها بقلب الصينية، خلينا هلا شو نعمل؟ القشطة. يلا يا شيف شادي وين القشطة؟ وين هونيكي؟ اوكي هون، هونيكي صارت، يلا اوكي. 2 كوب من الحليب، خليكم معي، 2 كوب من الحليب، شوفوا كيف شغلة كتير هيني يا شيف. ولا أهي من هيك، هيدا كوب واحد، وهيدا هون كوب تاني يا شيف. وشوي صغيرة، معلش ما تطلعوا فيه، نتفة صغيرة من هون نزلوا، اوكي؟ وهيدا كمان الكوب التاني، مي ورد، شي ملعقتين ثلاثة، نص كوب من السكر. متابعين الموضوع؟ لكن 2 من الحليب، 2 من الحليب. شو عملنا؟ مع مي ورد، مع شو حطينا فيهم؟ 2 حليب ومي ورد، وشو حطينا فيهم بعدين؟ سكر، نص كوب، حركنا. وهلا بدي جيب من النشا ملعقة، 2 3 4. لكن برجع بعيد، 4 ملاعق من النشا حطيتهم مع نص كوب من السكر مع 2 كوب من الحليب مع شوي صغيره من مي الورد، اوكي؟ وهيك اشتغلنا بهالطريقه الحلوه يا شيف شادي هلا. وهلا الشيف شادي من بعد ما حط كمان مي الورد والريحه وصلت لمدري وين، بعد شوي بدنا نحط بعد ملعقه بعد نتفه، ويلا يا شيف كلهم سوا بالطنجره، نشا وحليب وسكر ومي ورد، وفينا نحط اذا بدكم فانيليا، بس تعرفوا عم نعمل هيك شغله كمان حلوه بتعقد ولعنا. طيب الزبده ما عاد بدنا اياها، رح نشيلها نحن لورا، حطينا هون. خي القشطه بعد شوي بتصير جاهزه، الكعكه مخلوطه بالزبده ومرصوصه بقلب الصينيه، حطينا هون 2 كوب من الحليب مع نص كوب من السكر، حطينا لهم ملعقتين من مي الورد، وحطينا لهم كمان 4 ملاعق كبيره من النشا، وهلا بدنا ننتبه لهم بعقدوا بجننوا. طيب ليش ولعت الزيت النباتي يا شيف شادي؟ لانه عنا التويتات جاي من فعل توتتا لا اوكي جاي من فعل ما بعرف، اوكي التويتات هن من عائله المعكرون، من عائله لقمه القاضي، من عائله بلح الشام، العوامات، يعني هل خلينا نقول هالقرطه المليانين كالوريز، اوكي؟ لانهم اكيد قطر، وبعدين اول شيء زيت، وبعدين قطر، يعني شغله كبيره، بس انه بناكل حبه منهم، ما ضروري ناكله كثير، بس نحن يعني في عالم بتوحموا عليهم، في عالم عن جد بتكونوا مارقين قدام المحل بجي على بالي قطعه التويتات او قطعه معكرون هيني. يلا ليكو انا هون عملت كم حبه، رح نجيبهم لعند الشيف شادي لهون. يا سلام يا شيف شو حلوين، رح نحطهم هيك هون، ورح نجي نحن لهون هيك، طلعوا كيف من دون ما نوقع شيء مثل الاول. عملنا العجينه، هالعجينه لما عملناها هينه كثير، رح اقولها انا بسرعه هلا وانا عم حرك هون هيك شوي. 2 كوب من السميد الخشن، 2 كوب من الطحين. عم تكبي مدام؟ اوكي دقيقه بس حتى اجيب ورقه وقلم من مدام، اوكي ثانيه بس، اوكي. لكن 2 كوب من السميد، 2 كوب من الطحين، حطينا لهم 4 ملاعق او 5 ملاعق من حليب البودره، من دون ما نحط سكر بقلبهم، لانه السكر القطر في بعدين في سكر القطر، يعني 2 كوب من السكر مع كوب من المي بيعملونا القطرات الحلوين لك وهن هون. لكن حطينا 2 من السميد، 2 من الطحين، 2 كوب 2 كوب مع 4-5 ملاعق من حليب البودره، حطينا نص كوب من زيت النباتي، ورحنا نعطي الطعمات اليانسون، الشومر، حطينا فيها الخميره، اوكي ينسوه شو الخميره، وحطينا بقلبهم كمان يا شيف شادي من السمسم، لكن خميره، لكن يا شيف شادي شو قلنا؟ شومر، لكن قلنا ينسون، وقلنا يا شيف شادي سمسم،
واو، والكوينه كمان هلا عم تطلع الوصفه قدامنا، فيكم تكتبون. هيدي العجينه، من بعد ما عملنا العجينه خليناها تخمر، طلعوا فيها، خليناها تخمر العجينه شي حوالي شي ساعة ونص ساعتين، لكو شو عم نعمل نحن؟ بنعمل وحدة بهالطريقة وراح نجيب هلا وينك 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 هون؟ بدكم تجوا وبنعمل منهم هون، رح نجي لهون نحن هلا هيك، طلعوا رح نعملهم بهالطريقة، شفتوا كيف ها؟ لكن كمان كيف هون؟ لك شو حلوين؟ وراح نحطهم هون، رح نفتح هيك، يا سلام، ما تعقدوا المواضيع معمولين ولك وينها هون ها؟ بنرجع بنعمل بعد وحدة؟ منجيبها من العجينة طلعوا رح نعملها على مهلنا قد ما فيكن طلع نعملها كبيرة أو تكون صغيرة صغيرة ها طلع نعملها دائرة هيك ومنجي هون منحط إصبعنا بالنص وتطلعوا فيها وصارت عنا إياها جاهزة بعد ما نجيب وحدة يعني هيدي هينة ما زال عرفنا العجينة وعرفنا كيف تنعمل ومن شو منطعمها بالشومر منطعمها باليانسون منحط لها من الخميرة اوكي بقلبها ومن السمسم بقلبها ولا اهين من هيك بنعملها بولات حلوين وبنجي نحن طلعوا شو حلوه يا شيف شادي هينين ما هيك بنرجع نعمل وحده بعد نعمل وحده كمان بعد وتطلعوا بس تخمر طلعوا كيف بتصير العجينه كلها خمرانه بنعمل البول هيك وبنرجع يا شيف شادي يلا ليكوا شو حلوه هون اعطيناها الشكل الحلو بتعقد طيب ما زال خلصنا هذا الموضوع نشيلهم على جنب نحطهم هون واكيد اللي مش جاي على باله منكم يعمل هيدا الفورم او هيدا الشكل يعمل بولات صغار ما في مشكله في مدة للعجينه ويقطعها كانها شقف من الكعكه يعني مش ضروري يا مدام نعقد حالنا ونجيب مبرشه ونعمل او شوكه او فيكم تجيبوا منخل كمال وتعملوا هذا الشكل مش ضروري بس نحن سبحان الله عندهم هيدا الشكل ونحن بنحاول انه قد ما فينا ببيوتنا نعمل قريبين عليه تنجرب وحده وحده يا شتشود يعني شفتوا بعد ما انا مزبوطه طيب بهالوقت خلونا نبلش نحرك هون طلعوا كيف العجينه تنعمل هلا القشطه طلعوا كيف بلشت هلا تسمك تسمك عندي تسمك عندي برجع بعيد كوبين من الحليب حطينا لهم اربع ملاعق كبار من النشا حطينا لهم مي ورد حطينا نص كوب من شو من السكر وعم نعمل شو عم نعمل القشطه للكنافة الكذابة أو كنافة التوست يلا يا شيف شادي وين أنت هون صرنا جاهزين صرنا جاهزين طلعوا فيني طلعوا فينا طلعوا فينا طلعوا فينا يا سلام يا سلام بلشت هلا السماكة ولا أهين من هيك ولا أحلى رح فرجيكم هلا الطنجرة ورح تشوفوا كيف بتنزل من الطنجرة كل شيء أوكي طلع بتعقد وأنا شايف قدامي إنه هون هلا التويتات بلشوا بس نتفه صغيره هلا بنحطكم كلكم ما تعتلوا هام وتطلعوا القشطه طلعوا الجميل طلعوا الجميل طلعوا الجميل انا فيني استعملها هيك بهالطريقه بس لاني جاي على بالي اليوم ضفله كالوريز كتير طعمها اكثر جملها اكثر اعمل الكنافه مظبوطه واعملها بالقشطه فجبت قشطه علب رخيصه وطيبه من دون اي مشكله القشطه علب شي حوالي 200 جرام بيجي انا بحط هالقشطة على ها يعني علبتين الا شوي صغيرة وهيدا هون القشطة وبيجي بخلطهم مع هالنشا اللي عملناها صار عنا يا شيف شادي هالخلطة الحلوة طلعوا كيف وتطلعوا فيني طلعوا فيني اذا بتريدوا مش فيني انا قصدي بالكريمة اوكي ليكوا الكريمة ليكوا الكريمة شايفين هيدي هي الكريمة والباقي فينا نحطهم بكيسات لاولادنا هني وسخنين ولا اطيب من هيك. اوكي خلونا هلا بملعقه صغروره ناخذهم على اليمين شوي ناخذهم على الشمال شوي بهالطريقه صار عندنا لكن الكعب من التوست وصار عندنا كذا طيب هلا اكيد انا هلا بدي انطر شوي يبردوا رح احط عليهم الموتزاريلا رح نحط عليهم الكعك ورح نحطهم بالفرن شغله كثير هينه بس هلا قبل خلونا ليكوا شو بدنا نعمل يلا قبل ما نطلع بريك بدنا نعمل شغلتين، أول شيء أنا رح أحط هون مثل ما شايفين رح نقليهم على دفعتين، طلعوا شو حلوين، ورح أجي عندي ثلاثة من البيض، أوكي؟ رح نعمل فيهم ثلاثة من البيض رح نحطهم هون مع نص كوب من السكر، يعني أنا عندي ثلاثة من البيض طلعوا واحد اثنين ثلاثة مع نص كوب من السكر يا شيف شادي ناطركم بس ترجعوا هلا بعد ثلاث دقائق رح خبركن لماذا وضع الشيف شادي ثلاث بيضات ونص كوب من السكر ناطركم
يلا وختامها مس برشه ملح مع الشيف شادي. يا رولا كيفك؟ منيحة؟ مش الحال؟ شو وصلتي اكلتي؟ شو في؟ ثلاث بيضات عم ينخفقوا مع نص كوب من السكر ورح نضيف لهم حوالي ثلاث ارباع الكوب من الطحين. اوكي. لانه امبارح عملنا السويس رول بس ما لحقنا، اليوم انا وياك بدنا تك. بدنا نلحق نفرجيهم اياها، اوكي؟ يلا. يلا. اول شغله هون عم نشوف التويتات الحلوين، طلعي بلشوا ينقلوا. انا هون في عندي وحده مستويه، خليني كده شفتيها؟ هي اول وحده جربناها، رح نحطها هون بالقطرات دغري، والقطرات دافيين، اوكي؟ طيب وهلا بننطر هول وبنرجع لهم. بس بهالوقت الشيف شادي شو رح يعمل؟ فوق القشطه اللي عملناها، فوق الكعكه اللي عملناها موتزاريلا، هودي اللي اكلتيها هون، طلعي كيف هيدي الكنافه شو؟ كذابه، الكذابه او كنافه التوست، طلعي شو عم نعمل هون. بناخذ كمان من هالبسكوي، ليكي شو حلو على وجهها من فوق، واكيد هي تتقدم اذا بدنا مع القطر مثل ما بدك، وهون شوي صغير من الموتزاريلا، وبنحطها على جنب. لماذا؟ لانه بكره بدنا نخبزها، خلص نحن خبزنا وحده اليوم، بنتركها لبكره، مش غلط على هون. المهم شفناها بتعقد، وهودي بنشيلهم نعمل فيهم كمان صينيه ثاني. مزبوط، مشي حالنا. يلا تمام. اما هلا الصينيه يلي بدنا نسكب فيها انا وياكي مين؟ السويس رول، العجينه معي ولا مش معي؟ معك. على الاخر معي؟ على الاخر. يلا. اوف 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 اوف. لو انا وياكي توم كنا غنينا. ثاقبت مش توم. طيب اوكي، ليكو انا هون شو صار عندي؟ صار عندي هالرغوه اللي عملناها، تعال شوف فيها. يلا. اوكي رح فرجيكم اياها كمان للمشاهدين، طلعوها. الله. شفتوا كيف اللي هي عباره عن ثلاث بيضات تطلعوا مع شو؟ مع بس ما يكون في سرعه الاشياء كلها بتنجح، اوكي؟ امبارح كنا سريعين جدا، فمشان هيك ما ابعت معنا النايلون لانه كنا بالاخر، بعدين اخر شيء ابعت واكلناها، بس انه يعني معلش بتضبط اليوم. يلا هلا خلينا نخفقها بعد دقيقه دقيقتين، طلعي كيف؟ يلا يا شيف شادي، هون عندي طلعي ثلاث ارباع الكوب، لانه هيدي كلها كوب طحين، رح نجي نحط الطحين هون، اوكي؟ وهلا رح نجيب عنا يا شيف شادي هل الثلاث بيضات مع السكر وحطينا فيهم شوية فانيليا، خلينا نشوف بعد شوي، بعد نتفة صغيرة. أنت هلا شو بتعملي؟ شو بعمل؟ بتنزلي اليوم مثل التلج. يلا. أوكي؟ وأنا شو بعمل؟ أنا وغني. يلا. هلا مش ضروري اثنين نشتغل فيها، واحد بشتغل فيها، يعني فيكم تعملوا هيك وبتجوا شيلي إيدك شوي، شيلي إيدك شوي. أوكي؟ فيكم تعملوا هيك وتكفوا، أوكي؟ يعني مش مشكلة، بس نحن لأنه عم نتعاون هلا، أوكي؟ مش أسرع، بس إنه يعني، أوكي، يلا، جو. شوي شوي مشان الطحين اللي بينزل مثل الغبره، صح. والغبره بتضل من فوق ما بتنزل لتحت، عم تفهم علي؟ حتى ما يصير في تقل ويهبط معنا هالبياض البيض او البيض مع السكر اللي خفقناه. ويلا يلا عجلي شوي صغيري، معلش احنا شوي بس طب 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 خلص اوكي اوكي طلعوا كمان شو حلو، نضل نفرك، يلا نفرك نحرك، اوكي يلا كمان كفي لك ثلاث ارباع الكوب من الطحين مع ثلاث بيضات ونص كوب من السكر، وعم نعمل عجينه السويس رول الرول. يلا اوكي اعطيني هلا عنك، وانت شو بتعملي؟ بدك تشيلي لي هول، لك كيف فرجيني اشوف وين هون فيك تشيل اثنين اذا بدك بالقطر، شفتي كيف؟ بالقطرات. يلا وانا بكفي هون تنيجي نحن في شيل ثلاثة فيك تشيلي دودو ثلاثة ممنوع دودو طب دو يلا، لكن احنا هون صرنا عم نحط الطحين عم نخلط مشان نعمل كمان هل السويس رول يا شيف شادي كمان ننزلوا حتى لو حطينا كثير وعم نشتغل بسرعه، معليه 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 معليه. ويلا هون كمان لكن ثلاث ارباع الكوب من الطحين مع ثلاث بيضات مع كمان السكر، كيف الوضع؟ تمام. يا سلام، هلا بدنا نحط كمان الباقيين عندك التويتات، فيك تعيدي لي الوصفه؟ بشرفك. يلا ها اثنين كوب من السميد، خلي يقولوا لك من جوا طرني اثنين كوب من السميد، اثنين كوب من الطحين مع نص كوب من زيت النباتي، كوب واحد من المي شوي صغير السخنه، ملعقه من الخميره، اربع ملاعق من حليب البودره، حطينا لهم كمان من الياسمين من الشمره. واو هون كمان خلصنا كمان هالكوب، واو وحط غيرهم حط غيرهم. يلا طلعوا شو عم بيصير، انا عندي هلا هون رح اجي لهون تنحط كعكه السويس رول، طلع بعد نحركهم بهالطريقه ما بنخلي ولا شوي طحين، اوكي طلعوا كيف هون صار عندنا لكن هالبيض مع السكر مع الطحين، وبننزل طلعوا شو عم بيصير
هودي كلهم سوا وعم نعمل كعكة السويس روليا رولا. حطيهم بالزيت للتويتات هلا. عم حط. اوكي. واو كلهم 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 سوا بهالطريقة يا شيف شادي. ويلا هلا ناخذهم هون شوي وبنجيبهم لهون شوي، طلعوا كيف؟ كلهم سوا هون نتعلمها، لأنه هيدي بنعمل منها شو؟ بنعمل منها شايف نحطوا كلهم هون؟ بيش اونويل، يا حطيهم كلهم، ايه بدون أي مشكلة. طلع كيف شو عم بيصير عندنا؟ ياي وهلا هون شفتي كيف العجينة صارت؟ يامي. وهون كمان هيدا كلها سوا عملناها وهون بإيدنا بننزل كمان هالكميات هيك بنحطهم هون وبنضرب هيك حتى يستويوا او حتى يروحوا كمان على نفس شو اسمه المحل وبنرجع بنحطهم على النار او بنحطهم بالفرن حراره الفرن هون كمان 160 درجه بدهم حوالي 7 دقائق 8 دقائق لازم نشيلها من الفرن اوكي اوكي هلا بنشوف كمان النتيجه يلا اوكي يا سلام لكن نحن عندنا هون وانا قدامك في عندك حلاوه وفي عندك مربى شفتيهم؟ ايه طلعت بس ما فهمت يلا اول شغله خلينا ليك هودي بس نحطهم باللي بده يكونوا سخنين عم يغلوا بده يكون القطر بده يكون كمان فاتر ايه؟ حتى شو؟ حتى يشربوا هن اذا كانوا مسقعين وحطيناهم بالقطر ما بيدخل القطر لجوا اوكي اوكي فمشان هيك نحن هون هلا خلينا هون نحركهم شوي شايفة كمان شو حلوين بيعقدوا هيدا كله بنشيله لبرا هيدا كله هون بنشيله خلصنا كل شيء العجقه خلصت من قدامنا صرنا ناطرين بس كذا اوكي لكن نرجع منعيد هلا شغله بسيطه هي في شغله بدنا نعملها شو لما بتطلع عنا السويس رول من الفرن لازم يكون عنا او شقفه مبلوله او رطبه شوي او يكون عنا وراء زبده او يكون عنا مثل هيدي مثل سجاده لشو للفرن يعني هيدي اذا بتحطيها بالفرن ما بيلزق عليها لا كيك ولا شيء واو هودي هو كثير هالسجاده حلوين وليه ما نحطها هلا بدنا نحطها هون لانه هلا بس يطلع الخواجة سويس رول من الفرن بدنا نقلب السويس رول راسا على عقب وين؟ هون عليها؟ لا اذا قلبناه على شيء ثاني بيلزق اوكي فمجبور نقلبه او بنحط الباتر فويل يعني كمان نفس الورقه اللي محطوطه ورقه الزبده اوكي او بدنا نحط شقفه مبلوله شوي صغيره من المي يعني رطبه او بدنا نحط هالسجاده اللي هي مره ادفعوا حقها لك لا لا غاليه فيكم تجيبوا كمان باتر فويل عادي من دون اي مشكله يلا لك هون هلا شو بعمل انا هلا هون تنشتغل منيح يا خليهم شوي صغيره ايه تا يشربوا مزبوط هن ما رح يشربوا اكثر من اللزوم اوكي هن خلص شربوا اصحابنا وخلصت القصه خلصت نرجع عيد هون لكن جينا حطينا نحط 2 كوب من السميد الخشن مع 2 كوب من الطحين مع 5 كمان ملاعق من حليب البودره خلطناهم مع نص كوب من الزيت وكوب واحد من المي الفاتره ملعقه كبيره من الخميره بقلبهم شوي صغيره شمي 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 لا ينسونا والله رائعة طب هيدي هاي شو فنوي 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 يعني فنل فنل يعني شومر يعني شمرة شومر شومر شمي اوكي هيدا بيحطوه وين بالمعمول شوي صغيره بالكعك تبع العيد اللي بيعملوه مزبوط بينكه شوي طيب انا مش حاسس حالي عم بحكي مع بنت من طرابلس ابدا ابدا مع انه اوكي وسمسم اوكي مع شوي صغيره كمان من السمسم حطينا بقلبه اوكي دان يلا خلينا نشوف هلا الكعكه اللي نحن عملناها اوكي او اللي عم تطلع لك لك الكعكه كيف شو عم يصير فيها طلعي سلام شفت شو عم بيصير هلا هون هلا بدها تستوي بنطلعها شفتوا هلا هلا بلشنا كمان نبين عن حالنا انه نحن ناجحين بهذا الموضوع هلا شو بدنا نعمل يلا هلا انا هون شيلي هيدي من هون اذا بتريدي اللي رح اعمله هو التالي ليكي شو بعمل مشان صفيهم من القطرات ونجي نعمل العكس يعني نجي هلا نجيب هيدي لهون طلعي شو حلو عرفتي ليش انا عندي 2 هلا ايه صح وبرجع هيدا هون وهلا هوديك لهون بيروحوا هون لهون نرجع كمان نفس الموضوع وهلا الشيف شادي بيجي بيحط الكفوف ونبلش نصفهم بالصحن تنقدم هالتويتات كمان الحلوين لكن التويتات لكن عندنا النموره او شو اسمه ال ال الكنافه الكذابه وعندنا كمان شو راح بلا مربى بلا مربى الكذابه مقادير الكنافه على الهواء
مقادير الكنافه وين؟ على الهواء. مقادير الكنافه وين؟ على الهواء. يلا، مع انه كذاب كثير الكنافه، مع انه اذا بدنا نعملها مزبوط لازم نجيب نحن فركه الكنافه ونعملها، بس انه في اشخاص بحبوها بهالطريقه بتعقد بتجنن. يلا يا شيف شادي، نجيب صحن بيعقد. نجيب صحن بيعقد هون، نبلش نركب ونصفصف. اوكي، شوفي الوضع شوي. انت عندك شوي صغيره، انا كيف بشرف انا الاسيستنت. ليك شكلهم شو حلو، روعه، بيعقدوا. اليوم نشحين معنا مزبوطين لانه اعطيناهم وقتهم، بس تعطي وقت للحلويات. اوكي، لانه بكتير دي شوي صغيره زياده لانه بتعمليهم مرتين وعندك من الصبح، عم تفهم علي كيف؟ اما اذا بتعملي الشغله سريعه فبتلاقي هول نشحين 100% معي. اوكي، طلع كيف. وهلا شو بنعمل؟ تعالوا تعالوا، ماذا؟ يلا جيبي له شو اسمه. ايه ما خلصه، فرجيني بعد بالضبط. يس، لا طلعي طلعي اللون، بيعقد اللون بجنن. طيب يلا، لكن هون وهلا كمان تنشيلهم بهالطريقه. اوكي، كم وحده بنشيل؟ تروا ولا كات؟ ليش انت اربعه وانا اثنين؟ اثنين كنت مع الـ شو اسمه، انتوا النسوين، نحن بنسرسر كثير. اوكي، زيحه شوي صغيره احلى ما. اوكي، لكن شو طلع اخر شيء؟ مين بيسرسر اكثر، المراه ولا الرجال؟ كثير عالم قالت انه بيسرسروا الرجال كثير، وها فيسبوك موجود فيك تفتحه. انا بشارك انه المراه اللي قالت انه الرجال بيسرسروا كثير بيكونوا رجالهم مش عم يجوا على البيت. لا، قال بيكونوا رجاله نكديه. نكديه. اوكي، ليكي كيف هون؟ يا سلام، هلا بسرعه بسرعه، انا ما رح خليهم يشربوا كثير، في عالم ما بيحبوا ابدا ابدا يحطوا القطر من دون اي، يعني ما بيحبوا يحطوا لهم قطر، بياكلوهم من دون قطر. عن جد؟ ولا اطيب من هيك، بيطلعوا لانه فيهم بقلبهم خميره، بيطلعوا اسفنجيات بيعقدوا. لا بس طيبين مع قطر. انا مش عم اقول لا، بس انه يعني روعه. هيدا هون القطرات الحلوين يا شيف شادي، وبرجع كمان بذكر ويلا وبننزل هون. أيوة، وبلشنا هودي بعدهم سخنين، كل لازم نصبر شوي بس معلى شيء ما بيأثر شيء ابدا. وراح اعطيك الصحن هون بايدك هلا. ما بنصحك وتحطي لك محل الكريم باتيسيغا اللي الوقت بعرض. اوكي، نرجع هول بنحطهم بهالطريقه، ليكوا شو حلوين، واعملون اليوم الاولاد كثير بيحبون. بس برجع بعيد انه ما تاكلوا منهم كثير. ليه؟ دان يلا بنصحوا جو، بنصحوا اكيد لانه كالوريز كثار. وهون هلا على السويس رول يا شيف شادي. اوكي يلا هون شوي ترا، وهلا هون ايدينا تعقد ومنروح. ليكي وين هون محلهم؟ تنننا. طيب بيعقد. يلا لك هون يا شيف شادي، لك هون يا شيف شادي، طلع. ماذا تقولين؟ هلا هيدي بدنا نعبيها؟ بدنا نعبيها انا وياكي، بس معنا وقت كثير قليل. طيب يلا بسرعه بسرعه. اول شغله بدنا نعملها، اوكي؟ بدنا نجيب هيدي هيك. ايه اوكي، ونجي لازم ننطر، نحن لازم ننطرك ثلاث دقائق. بس ننطرك بس قد بدنا ننطرك؟ طلع شفتي؟ ايه نجي بنحطها هون بهالطريقة. بهالطريقة معي ولا مش معي؟ ما نحن يلا خلينا معنا، اعطونا دقيقتين ولو بشرفكم انتم. عن جد بشرفكم ولو لا اشتروا لنا دقيقتين مش محل. يلا معلش. اوكي هلا لانها سخنة خليني البس شوي صغيرة على ايدي، مع انه نحن فينا ننطرها تبرد وما عندنا اي مشكلة. اوكي خلينا هلا هون بسرعة. صح، شو بنعمل نحن هون يا شيف شادي؟ بنحط الكفوف وبنيجي شوي شوي. بس احنا درينا ولا ما درينا؟ درينا، عم ندرى. درينا يا شيف شادي، درينا يا شيف شادي، درينا يا شيف شادي، قولي لي قولي لي درينا. اوكي ليك 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 طب اعطونا دقيقتين ولو اعطونا اعطونا ولا ولا ولا. اوكي مالك شوي صغيرة كثير، هتبرد شوي صغيرة. اول شغلة هون ليكو شو عندي؟ عندي انا مربى، مربى الكرز. شو جبت انا؟ جبت حلاوة. حلاوة مع المربى قديش طيبين؟ كثير. شو بنعمل انا؟ بنخلط هلا الحلاوة مع المربى، والمربى مع فستق الحلبي. أيوة، هيدي هي علومية اكيد مني. هني بنحط فيها كريمة اذا بدنا، بنحط فيها مربى اذا بدنا، وهلا عم نقول انه احنا فينا نحط فيها كمان حلاوة. ايش بدك تعمل؟ اوكي طلعي شو حلوين يا شيف شادي. يلا 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 طلعي هون كمان الحلاوة، شو صار لونها وصارت كمان طيبة. وهلا انا وياكي بدنا نقبع، نشوف اذا بتقبع. يلا. اكيد بتقبع. يلا يا شيف شادي هون. اوكي كمان بعطونا دقيقتين وجوع. يلا اوكي، لكن نحن هلا هون هيك اوكي طلعوا كيف هون بقى، طلعوا 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 كمان. شفتوا هي بس تبرد؟ ليكي كيف بس تبرد، شفتيها؟ لا وحده بتشتي. شفتها؟ لا هلا بالنص شوي صغيرة كثير سخنة. يلا معلش اذا رزعناها نتفة صغيرة، ما علينا انه مستعجلين، ما عليه ما عليه ما عليه، ما تأثري ما تأثري كثير. تعي 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 لهون. اوكي يلا يا شيف شادي. اوكي طلعوا كمان، ما تعتلوا هام.
نحن قوية، شفتوا كمان نحن مش قوية ابدا. اوكي نحن عم يعني اوكي مش حق علينا الحق على الوقت. ويا 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 شفتي 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 بس تنطروا شوي صغيره. اوكي شوي 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 نحن مش قوية مش قوية لا قوية مش قوية لا قوية قوية مش قوية قوية سوري لا نحن القوية. يلا هلا نحن هون شو بنعمل؟ اوكي فينا كمان نعمل نحن هلا هيك ونجي نبرمها نحن هلا هيك من دون اي مشكله. طلعي شو صار نحن عنا هلا هون. طلع كمان هون بلشت تلزي لانه كمان سخنه. انتم انطروا شوي صغيره اكثر ما تعطلوا هون. وبنجي عليها نحن بنحط عليها كمان هالكريمه كلها سوا. حطها بهالطريقه هيك. طلعي كيف فينا كمان نمرغها لانه فيها حلاوه. طلعي كمان هون فينا هيك هون هيك هيك هيك. وبنجي نحن ان دو ملف تروى. طلعي شو حلوه. طلعي كمان هون بجي انا هون كمين؟ شوي صغيره. ايه شوي صغيره ما تعطي لي. طلعي كيف هون. وطلعي كمان هلا بحط هون شوي صغيره من الحلاوه. فينا كمان الهنا اذا عندي وقت كمان اكثر. طلعي كمان كيف هون. وبنجي نحن هيك وتطلعوا هيدي العجينه شو حلوه بهالطريقه هيك. يلا يلا صحن وراي صحن وراي صحن صحن وراي صحن وراي. تفلي ساندويتش بي نص دقيقه. يلا نص دقيقه دو. طلع شو خلصنا خلصنا يلا هون. وما بدنا دقيقتين وميرسي. طيب انا كثير بشكركم حلوين كثير اخذنا فكره. اوكي انتم شو على مهلكم كونوا هادين انتم عم تشتغلوا. انطروا الشغله مشان تبروا. انطروا كمان التويتات مشان يشربوا كمان قطره بيطلعوا كمان اطيب. نحن مهم اعطينا المعلومه اخذوها. واليوم اعملون بالبيت وانا لقائي بكره معكم بحلقه بعد اجمل من اليوم. رو لذلك يعطيك العافيه. ثانك يو شيف. يعني نيالي انا اليوم بهذه الحلقه على كل حلقه انا راح فل واترككم وودعكم وقول لكم بكره عالم صباح جديد وانا بشوفكم نهار الثلاثاء. تشاو.